مشاهدي الواجهة، يبدو أن السلطات المحلية هنا بمنطقة البرنوسي عازمة على دحض كل معالم الهشاشة هنا بالمنطقة. السلطات المحلية قامت بتكسير المئات من العربات التابعة للباعة الجوالين، وهذا ما سيطرح احتقان كبير هنا بالبرنوسي، خاصة في ظل الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب بسبب فيروس كورونا. لتتبع معطيات هذا الموضوع القاو مع هذا الروبورتاج. يلا الشيخ راه لي تركسنا.
دخل تراكس للحيدوت الزبل منا حامي ارى تراكس هنا صاحبي يلا الشيخ ارى لي تراكس هنا حيجي يا ودي حيجي يا خوي جي مبادرة وهمية ولا عمل لا تنمية ولادكم خدمتوها ولاد الشعب شردتوها ولادكم خريتوها ولاد الشعب ضربتوها ولادكم لبستوها ولاد الشعب عريتوها ويا للعار يا للعار الفراشة في خطر الفراشة ها هي المطالب ها هي والعدالة فينا هي والعدالة فينا هي وشوف شوف بعينك شوف تشرد بالألوف سواليوم سواق الضغط سواليوم سواق الضغط أسوق ولا بد على السينا تشينا على السينا تشينا على الحقرة جات علينا ويا رئيس يا مسؤول انتخابات عرفتينا انتخابات عرفتينا وبالحقوق نسيتينا ويا رئيس يا مسؤول كيبقى منين اللي كان وقف فيها انا كنقول كنترزق الله جاو عندي قيد قدام هذا نقدم الاوراق البطاقات وكل شيء كيدير يعني انت راه علموك علموك كانت تكون الحمله علمونيش انا ما قالوش اش هكا والله ما قالوا لي ديك خطر لي علموني حيت من حيت جاوا لي الدار ثاني هرسوا لي الكروسه ديالي ما كاين دابا تجاوا لي ثاني هرسوا لي الكروسه ديالي هذه الساعه عندك هنا تقريبا 100 الجريد السلعه هو مع الاقل هو مع الاقل هذا الشيء كامل يديو كروسه يديو كل شيء هو هذا سيري كيو
هذه الكروس ديال البريد هذا السوق تو السوق محط الطار محط الطار كان داخلين كان داخلين حنايا كاع ما كيقول الخبار على السته كنخدم بحالي غطينا في محط الطار اليوم شي صافي سوق تو هذا السوق دابا انت مع علمي مع علمي حتى حاجه كل علمي ما نستعد راسي عندك شي عائله كتعيد هذا الكروس اي عند العائله عندي النادي عندي 5 دراري كنعيش فيهم 5 دراري كنعيش منهم وكل شي انا كنقول لهم قريب تاع من منين عايش دابا مباغ دابا اش غتخدم الله اكبر الحزمه ديال المر ما كاين بيعها واقفين وصافي ما كاين بيع ما كاين والو واقف انا اغلبيه على الدار كاع اغلبيه على الدار هو الدواء هو الدواء انتوما الساكنه هنا ما كيديرونجيوكم والو هاد الباعه الساكنه ما حنا مجانين ما الساكنه الحمد لله حنا كنتشكاو الساكنه ما يشكاو منا حنا حنا ما كنسينا كنمشيو هنا كنفوتو الدوق كنجيو هنا هذا الشيء كامل تنقولوا هذا الشيء يزيد يتكرر راه الناس راه مضرورين انا اللي شفت هذا الشيء تشوف هذاك السيد مسكين عنده عائله باش كي تشوفوا عنده عائله مباشر زعما كان راه محطوطه في امان بان لي حاطه كل شيء هو هذاك غير هذا الشيء اللي تنشوف فيه هذا الشيء ديال الديسير لافوكا وهذا الشيء راه كامل عمرنا ما شفناه ما عمرنا والو ياك ما والو عمرنا ما شفناه كاع عمرنا ما شفناه وعلى الاقل على الاقل يشدوا ديك الديسير ولا داك الشيء يلوحوا ويديو كروسي هكا الشيء كامل على كروسي يديو كروسي ولا يديو ولا شي جمعيه ولا يديو اي حاجه المهم مثلا تيبقى فينا الحال تيشوفوا بهذا الشيء هادشي تيبقى فينا الحال الناس واخدين وكتامل هادشي راه حشومه وعار عار وحشومه احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهة.